ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. وصلنا للفقرة الطبية. طبعا مرض السمنة من الأمراض المصنفة عالميا على إنها الأكثر انتشارا على مستوى العالم، وإن الإصابة بيها للأسف بتتيح الفرصة للإصابة بأمراض تانية كتير. بعض الأشخاص اللي بتعاني من السمنة وتدور دايما على فكرة إنها تخس عدد كيلوات كبير جدا وفي وقت قياسي أو وقت قليل، وده طبعا للأسف ممكن يخليهم يتعرضوا لآثار سلبية كتيرة جدا زي بهتان البشرة وسقوط الشعر وتعب ووهن الجسم، وده طبعا بيكون نتيجة الدايت القاسي أو الدايت الخاطئ كمان. احنا النهاردة في فقرتنا هنتكلم أكتر عن إزاي نخس بشكل صحي، وهنصحح أخطاء كتير أغلبنا بيعملها وهو بيعمل دايت. كل ده وأكتر هنعرفه مع ضيفتي الدكتور ريهام العراقي، أخصائية التغذية العلاجية. مشرفاني ومنوراني. أهلا يا دكتور. شيف، إزاي حضرتك؟ أنا مبسوطة إنك معايا مرة تانية. وأنا أكتر طبعا. وهنستكمل حديثنا إن شاء الله اللي اتكلمنا عنه، وهي طبعا كبداية إحنا كل حد بيعمل دايت أو بيخس مش كلنا اكيد بنمشي صح، وخصوصا لما نبقى ماشيين لوحدنا، صح كده؟ طيب في الحاله دي في بعض الاخطاء يعني نسمع عنها، يعني هديكي امثله بسيطه بس ما تضحكيش. لا يعني مثلا ممكن ايه، ناس تقول الزبادي بالليمون انا هاخده فبخس، انا هاخد الصبح معلقه عسل وهشرب وراها كوبايتين ثلاثه ميه سخنه، هكتر بقى من شرب الشاي الاخضر كتير على مدار اليوم، طيب وهعمل بقى كولكشن من الجنزبيل والقرفه والله والكمون ويفضلوا بقى يعملوا الوصفات الفظيعه دي. وساعات في ناس بيبقى عندها مشاكل في معدتها مثلا، في ناس بتتاذي، في ناس ما اعرفش ده صح اصلا بيجيب نتائج ولا لا، بس انا اعرف ان بمعدلات مع اللايف ستايل ومع اللونج ران، مع اكل صحي مع مضمون رياضي مع حاجات ممكن يبقى افكتيف. فصححنا بقى الاخطاء دي. والحقيقه احنا ما شفناش اي افكسي خالص من الثلاث حاجات اللي اتقالوا دول والله بجد. يعني موضوع الزبادي بالليمون في ناس وصل معاها لدرجه ان هم بقى عندهم الوجن اللي هو زي ايه، زي وهم كده ان هم فعلا لما هياخدوه بيخسوا حقيقي، يعني هم كده كده اكلهم بيبقى قليل قوي اوكي وعاملين فرق في السعرات كتير قوي، فكده كده هيخسوا، بس هو لازم بالليل كوبايه الزبادي بالليمون انا ما بخسش غير بيها. ده احساس نفسي بقى بالظبط، من كتر الالوجن او الاحساس اللي هم مدينهم لنفسهم، فهم ارتبط معاهم ان خسسانهم اللي هم بيخسوه على الدايت اللي هم اوريدي عاملينه بينزله. اوكي، لكن ولا اي دراسه واحده علميه أكدت فيها الكلام ده، ولا فيها اي حاجه، لا الميكس مع بعضه ولا الليمون لوحده ولا الزبادي لوحده. الزبادي لوحده بروتين بيساعد على الهضم وبياخد وقت عشان يتهضم، فممكن يعلي معايا مستوى الحرق لو خدته بقى الصبح، خدته بالليل، خدته في اي وقت، المهم ان هو يكون فيه بروتين كفايه. الليمون فيتامين سي وانتي اوكسيدنت، اوكي، ملوش اي علاقه بالحرق خالص. الميكس بينهم برضو ملوش اي علاقه بالحرق. أوكي، دي اول حاجه. تاني حاجة المية السخنة، المية السخنة دي غلط أصلا. يعني أنا ما ينفعش أدخل جسمي مية سخنة. مية دافية تمام، المية الدافية بتعمل إيه؟ بتريح المعدة والقولون. فلو أنا عندي المنطقة دي على طول فيها انتفاخات، فعلى استمراري مع شرب المية الدافية هلاقي إن أنا بطني هدت، بس هي ما خستش، هي كانت منتفخة. يعني هي ما أثرت ليش على الدهون. فهمت. لأنه برضو في ناس بتقول لا أشرب مية سخنة قوي عشان هي بتحرق تسيح أكتر الدهون. بالظبط، لا أشرب مية ساقعة قوي عشان هي بتعلي معدل الحرق. أشرب مية عادي اللي أنا بحبها. كده كده المية لما أكون بشربها بمعدل طبيعي هتساعدني على قفل الشهية وهتساعدني على الحرق، لأن هي 80% من عضلاتي عبارة عن مية. الحاجة بقى بتاعت الكافيين، ودي حاجة خطر جدا، لأن أنا بشوفها مع كلاينتس عندي إنه 5 6 7 10 كوباية قهوة وشاي أخضر عشان يحرقوا معايا. اوكي، الكافيين بيساعد في الفات أوكسيديشن، اللي هو حرق الدهون بالظبط، ومع حاجات تانية. كل حاجة في الدنيا عندي صحية ليها معدل، لو زادت عنه يبتدي يحصل لي مضاعفات. يعني الكافيين بيأثر على ضغط الدم، فأنا طبعا لو بستعمل أكتر من 4 فناجين في اليوم، يعني 3 كوبايات، ده اللي هو 500 ملي جرام، ده الانتاج بتاعي من الكافيين. أوكي، للأدلتس، الناس الكبيرة، بالظبط كده. فأنا لو باخد أكتر من كده على لونج ران، أنا كده حصل لي مشكلة في ضغط دمي وفي ضربات القلب بتاعتي. فأنا بلاش اللي كل حاجة اسمعها على الانترنت مجهولة المصدر، أو أي حد بيجربها، إن أنا أجربها وأقول هو ده الصح. لا، إحنا عايزين
نتعامل مع حاجات إفكتيف فعلا صحية وأمنة وبتساعدنا وهشوف منها نتيجة ويبقوا مختصين هم اللي بيتكلموا عنها. طب قولنا إيه هي الحاجات اللي ممكن تنزلنا بجد في الوزن بشكل آمن وصحي وتكون مضمونها كويس، يصلح لكل الأعمار، يصلح لأمراض يعني الناس اللي عندها أمراض مزمنة تقدر تستخدمها بشكل آمن، ويبقى برضو يقدروا ينزلوا في الوزن، أو بتساعدهم، أو الناس اللي عندها شهية قوية دايما نختار ايه؟ ما هو بيبقى في حاجات كتير يا دكتور بالزبط. والله احنا فعلا بجد والله بنختلط علينا صح الامور صح. تجارب الاخرين ساعات بتاثر علينا مظبوط، لكن مش شرط تكون ايجابيه معايا، ممكن تكون كانت ايجابيه مع صاحبه التجربه صح، لكن ممكن لحد تاني يجربها ما تبقاش ايجابيه. فقول لنا نختار بناء على ايه مظبوط، وحاجه طبيعيه وكويسه بناء على المنتج الاول، انا محتاجه ولا مش محتاجه كويس، والمنتج ده بيعمل ايه، اللي هو بيعمله ده هو ده اللي انا عايز اعمله ولا لا. تمام. يعني احنا دلوقتي اتكلمنا على، وحضرتك بتقولي ان انا عايزه حاجه تقفل الشهيه وعايزه حاجه تساعدني على الحرق وفي نفس الوقت تبقى امن. امن طبعا. لما اروح ناحيه الحاجات دي دايما بلجأ للحاجات اللي فيها الياف. تمام. يعني حاجه طبيعيه، فحاجه أي صحيه، فحاجه ما تعمليش اي سايد افكتس، وفي نفس الوقت تحفز معايا الحرق، بس مش بالريت اللي احنا بنقعد نسمع عنه 10 كيلو في الاسبوع والكلام ده. لان ده غلط تماما. الناس مثلا المنتج اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو بيستا. أوكي. احنا هنتكلم عليه بالتفصيل، بس انا عايزه اوضح حاجه. اتفضل. طول ما الحاجه امنه وصحيه، طول ما احنا النزول بتاعنا طبيعي، طول ما انا صحتي تمام. يعني كده نقدر نقول ان يا جماعه النزول السريع ما هوش حاجه صحيه. بالظبط. صح. والمنتجات اللي بتتعرض ان هي تخسسك، يعني مثلا الناس هتيجي تقول كيلو في ليه اخد بيستا وهو مثلا ممكن يحفز معايا الحرق بتاع بنسبه 25-30%، لما ممكن اروح اخد برودكت تاني يخسسني مثلا 10 كيلو في الاسبوع. بس ده هيبقى ليه سايد افكت عليها وعلى المخ، وفي حاجات ليه بتبقى ليه سايد افكت على المخ، لان هو فيه كيميكالز مش هيخليها تنام، هيخليها عندها اكتئاب او ضربات قلب سريعه. بالظبط. ضغط الدم عالي، ضربات القلب عاليه، وفي مشكله بقى مهمه جدا ان اللي هم خسوه في الشهر ده بيرجعوا يزيدوه في اسبوع تاني. وشهيتهم تبقى مفتوحه اكتر، يا شعرها اقوى. بالظبط. فدي حاجه مهمه قوي، لان هو فيها حاجه كيميكال بتشتغل على الجهاز العصبي. لكن بيستا بقى هو كله ام، يعني هو بيكون من 3 حاجات. اول حاجه فيهم الالياف بتركيز 6 جرام، هو فيه الياف القشور بتاعه السيليوم، رده القمح، والشوفان. ودي الياف تقيله، يعني هو اول منتج في وده مصر. مكتوب هو كمان على ظهر، مكتوب على العلبه كل المكونات بتاعته. ده اول منتج في مصر فيه 3 انواع من الالياف دي. الالياف بتعمل ايه؟ بتدخل جوه المعده، تمتص الميه اللي موجوده، بتشغل حيز كبير من المعده. يعني انا بقى لو باكل كتير، لو نفسي في حاجه ومش قادر ان انا اكلها عشان خايف من الدايت، بس عايزه ادوق وخايف ان انا اسرح شويه، لو معزوم مثلا في حاجه، لو لخبطت مثلا. بالظبط. انا متامن لو انا عندي اوكيجن معينه، او انا الحرق بتاعي بيزيد بنسبه اعلى لو انا باخده منتظم عليه في مثلا رحله نزولي للوزن او رحله تظبيط شكل جسم. مش بس ان هو في الياف هتساعدني في التحكم في كميه الاكل وان انا اكل سعرات اكتر فجسمي يحرق اكتر، لا، ده في كمان حاجات بتساعد على حرق النشويات، وحاجات بتساعد على حرق الدهون زي الكروميوم وفيتامين سي. الكروميوم هو معدن مهم جدا، تركيز فيه 500 مايكرو جرام، ده بيظبط السكر في الدم وبيظبط حساسيه الانسولين، فبيخلي حرق النشويات معايا احسن كتير وتخزين الدهون عندي اقل. يعني حتى لو مريض سكر يقدر ياخده طبعا، ما بيتعارضش خالص لا مع امراض مزمنه ولا مريض سكر، بالعكس هو ولا بيساعده. امراض قلب، لانه ما بيعملش خفقان وما بيعملش الحاجات كتير ناس بتبقى محتاجه تعرف منتج كويس. مظبوط. لانه ما فيهوش كافيين وبيتباع في الصيدليه، يعني مرخص. بالظبط. كده، هي دي اهم حاجه. لما حضرتك كنت بتقولي لي ان احنا المنتج ناخده بناء على ايه ويبقى مناسب ليا وبص لايه، اهم حاجه ان المنتج ده يكون المكونات بتاعته طبيعيه، يكون واخد ترخيص واخد تصريح من وزاره الصحه، ويكون متوفر في الصيدليات وبيتباع ليجل. لانه في ادويه كتير بتبقى متهربه وبتتباع الليجل والناس صح بتتظلم فيها. صحيح. فاحنا المنتج بتاعنا واخد ترخيص من وزاره الصحه. فيتامين سي اللي موجود فيه بيساعد كمان في الفات اوكسديشن، الحرق بتاع الدهون. فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، مظبط حساسيه الانسولين عشان ما يجيليش ريسك بتاع مقاومه الانسولين اللي صحيح هي العرض الاشهر فيها اللي هو ثبات الوزن او زياده الوزن. في نفس الوقت بتحكم في الشهيه بتاعتي وبقلل الكريفنجز وبقلل الكميات، ودي اغلب تقريبا المشاكل اللي الناس بتتعرض لها في الدايت، او بتبقى خايفه ان هي يحصل لها
اول ما بتبتدي دايت عشان كده بتتراجع شويه عن الفكره بتاعه الدايت، لو مش عايزه ابتدي عشان هتحرم من اكل معين، لا مش عايز عشان في كميات معينه. فانا دلوقتي بقول لك ابتدي دايت ودايت صحي وهتاكل اللي انت نفسك فيه بس بكميات اقل بمساعده بيستا، وكمان هيحفز الحرق معاك. احنا معانا تقرير بس المره دي هو تقرير لرجل استاذ علي، هنشوف مع بعض ومع دكتور ريهام التقرير ده مع حضراتكم، نشوف تجربته كانت ايه، مر بيها ازاي، في وقت قد ايه، وبيستفادوا ازاي، هنشوفهم مع بعض ونرجع نستكمل حديثنا مع دكتور ريهام العراقي. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط، كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. دي تجربه من يعني شاب هو برضو يعتبر سنه صغير وجرب، وواضح ان هو ما لجأش هو لحاجات سريعه، جرب حاجات طبيعيه وامنه. هسال بقى هنا يا دكتور، هو المعدل الطبيعي ان احنا ننزل في الوزن يبقى قد ايه تقريبا في الشهر؟ المعدل الطبيعي ان انا انزل في الدهون، مش انزل في الدهون. انزل في الدهون اتخلص منها. احنا اتكلمنا في حلقه قبل كده عن انه الميزان مش هو المقياس، والبادي كومبوزيشن بتاع جسمي الأساس. فانا اركز على الدهون اكتر. المفروض انه من الطبيعي في الاسبوع الواحد من نص كيلو لكيلو دهون. أوكي. وده بيبان في الجهاز بتاع الان بودي او بيبان في المقاسات اللي انا باخدها بالسنتيمتر. كويس. يعني ال 2 سنتي دول في اي منطقه مثلا بيكوال 1 كيلو في الاخر، يعني الناس برضو ما تستهونش بالمقاسات دي. بيستا بقى ممكن يساعدني ان انا النص كيلو الكيلو دول يبقوا كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو، على حسب برضو لو انا شخص سليم ما عنديش اي مشكله بتعيق الحرق بتاعي، على حسب التزامي بالدايت والجرعه بتاعه بيستا، وعلى حسب المجهود اللي انا بعمله برضو في يوم. هي الجرعه منها قد ايه من بيستا؟ اخد قد ايه عشان احس ان انا اوصل للوزن ده يعني بالنسبه لي يبقى كويس؟ طيب هو برضو الجرعه على حسب الهدف، بس هو ريكومنديشنز ان هي بتبقى 2 في اليوم بس. انا 2 باكيت من ده بالظبط امتى بقى اخده؟ على كوبايه ميه. يعني توقيتاتهم امتى؟ من تلت ساعه لنص ساعه قبل الوجبه. كويس. بس انا الهدف بتاعي لو انا دلوقتي اوفر ويت او اوبيس ومحتاج ان انا اخس، ممكن اوصل لتلاتة عادي، اخد قبل الثلاث وجبات الرئيسيين. كويس. بتلت ساعه او نص ساعه. هي. لو انا حد مثلا في المتوسط بالظبط في الوزن الطبيعي بس محتاج ان انا انزل شويه، ممكن اخد من واحده لاثنين. ولو انا بقى محافظ على وزني، لانه برده بيستا مش للناس اللي عايزه تخس بس، الناس برده اللي محافظه على وزنها بالظبط. أيوة. عايزه تحافظ عليه، حاسه ان هي هتلخبط مع زومه في مناسبه معينه، يبقى باخد عند المناسبه اللي انا فيها. كويس. باخد قبل الوجبه اللي انا هاكلها. تمام. طيب وطبعا هو الالياف يعني ما فيش امساك صح؟ في ناس بتعاني من الامساك كتير. لازم نشرب ميه كويس، دي حاجه مهمه. كويس. لازم مع الالياف عشان ما يجيليش امساك، يعني الالياف بتتعامل مع الميه بالظبط. صح، لازم ميه. طيب هنبدا بقى احنا واحنا بنعمل الدايت كتير بقى، بالذات الناس اللي وزنها بيبقى كبير قوي زي ما كان معانا دلوقتي استاذ علي يقول انا نزلت فتره يعني وزن كبير. احنا شفنا من الصور هو يمكن ما بانش على وشه قوي على بالزبط. فكره ان هو خس جامد. صح كده؟ فما بقاش فيه هالات قوي، ما بقاش وشه شاحب، ما بقاش حاسين ان في فرق شاسع بين الصورتين. صح. حافظ على ده ازاي يا دكتور؟ يعني احنا لينا بقى سيدات او ولاد او شباب، وفي اولاد كمان في سن البلوغ والمراهقه. مزبوط. نعمل ده ازاي؟ في دور مهم قوي للمالتي فيتامين في حياتنا احنا دايما بننساه. الناس مفكره انه المالتي فيتامين ده رفاهيه، حاجه رفاهيه بالظبط. مع انه هو حاجه اساسيه في حياتنا، حتى لو احنا مش بنعمل دايت، حتى لو احنا عايشين مش حياتنا الطبيعيه بالظبط، لانه احنا طريقه اكلنا
ما فيهاش توازن، دي اول حاجه. تاني حاجه ما فيهاش عناصر مغذيه كتير. صحيح. يعني احنا مش بناخد فيتامينات ومعادن من حاجات كتير، لا من خضار ولا من فواكه ولا حتى من حبوب كامله ولا حتى البروتين. فانا عشان ما يظهرليش مشاكل زي ان انا عظمي بيوجعني، عضلاتي فيها الم، للناس اللي بتتمرن ما عنديش اي طاقه ان انا اعمل مجهود، مش بعرف انام كويس، البنات كمان شعرها بيتاثر يا دكتور، الشعر والضوافر والبشره، في بنات بتجف بشرتهم قوي. كل ده بيبقى بسبب نقص فيتامينز معينه ومينرالز معينه. عشان كده احنا عملنا مع بيستا كورس كده ان انا بخس بس بصوره صحيه، فحطينا الب مالتي فيت معاه. ده مالتي فيتامين فيه اكتر من 13 فيتامين ومينرال الجسم بيبقى محتاجهم عشان كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. كويس. فيه لمجموعه بتاعه بي كومبلكس اللي هي مهمه جدا عشان الاعصاب وعشان المود بتاعنا وعشان النوم وعشان الحرق كمان بتاع جسمي. في فيتامين اي وفيتامين اي اللي هم انتي اوكسيدنت اقوياء جدا ومهمين جدا عشان البشره بتاعتي، المرونه والنضاره بتاعتها. فيها فيتامين سي بتركيز عالي جدا 500 مللي جرام، وطبعا فيتامين سي مهم جدا عشان البشره وتحفيز الكولاجين والالاستيسيتي بتاعه الجلد بتاعي. الالاستيسيتي كمان بتحمي من السيلوليت. يعني انا الناس اللي دايما بيحصل لها مشاكل سيلوليت بيبقى الجلد بتاعها مش مرن شويه، طبعا في دهون لازم تتشال، بس لازم الجلد بتاعي يبقى مترطب ويبقى فيه كولاجين. واحنا طبعا مع تقدم العمر بيبتدي المشكله دي بالظبط، المشكله دي تزيد لان الكولاجين بيبتدي يقل. فده هيحفز معايا، جنب طبعا ان احنا قلنا برده ان فيتامين سي ليه دور مهم جدا في الفات اوكسيديشن، فبرده هيحرق معايا. في حاجات بقى عشان الشعر، طبعا الزنك مهم جدا عشان المناعه وعشان الشعر وعشان الضوافر، وكمان البيوتين مهم جدا عشان الشعر. وفي كمان حاجات للعظم زي الكالسيوم والفوسفورس، دول مهمين جدا عشان صحه العظم وصحه السنان. ده في كمان الفوليك اسيد اهو. بالظبط. الفوليك اسيد مهم يعني جدا للحوامل طبعا في التكوين بتاع البيبي، فحتى الحوامل واللي بترضع تقدر ان هي تستخدمه امن بالنسبه لهم، حوامل ومرضعات وكل الامراض المزمنه برضو. مفيش اي مشكله بتتعرض خالص معاها. يعني نبدا بقى مع بيستا، ناخد الالب مالتي فيت من النهارده نبتدي. يعني حتى لو لسه بنفكر في بيستا شويه ان احنا نخس، لا احنا المالتي فيتامين كده كده بنبتديه دلوقتي، وبيستا كده كده لما هنجربه احنا هنشوف النتائج وهنبقى مواظبين عليه. بس ما نستناش على المالتي فيتامين خالص، سواء عايزين نخس سواء مش عايزين نخس، المهم ان احنا نركز على وجود الب مالتي فيت في الروتين بتاعنا. وبيستا طبعا احنا قلنا الحالات بتاعته للناس اللي عايزه تخس او تقلل من وزنها شويه، او عندها مناسبه وعايزه تحافظ على وزنها. لكن ما ينفعش نحصل عليه طبعا من الصيدليه. انا طبعًا عارفه ان هو موجود في الصيدليات كلها. طب لو يعني ما لقيناهوش في الصيدليه او ما كانش في الصيدليه القريبه من البيت في بعض المحافظات، هو برضو في بيج على فيسبوك نقدر ان احنا ندخل عليها. أوكي. ونقدر ان احنا نستفسر، بنقول طبعا المكان اللي احنا موجودين فيه، وهم بيرشدونا على اقرب مكان او اقرب صيدليه. أوكي. او تشينز للصيدليات او حتى شركات توزيع بتبقى موجوده فيها لو الصيدليات حابه تطلب. نصيحه بقى لاي عروسه بتسيب نفسها فتره طويله وتيجي قبل الفرح بشهر، انا عايزه اخس 20 كيلو. تقول لها ايه يا دكتور؟ اقول لها ابتدي من بدري شويه لو سمحتي. اقول لها مفيش حد بيعمل كده، عشان انت لو خسيتيهم حتى بطرق غير صحيه شكلك مش هيبقى حلو صراحه في الفرح. فاحنا دايما لما يبقى عندنا حاجه واحنا مش المفروض نخس عشان مناسبه معينه. احنا انا لسه كنت اقول لك يا دكتور بالزبط. ممكن تستمر عليه حتى بعد الزواج طبعًا. اذا هي حاسه ان هي ممكن تكون خايفه من طبعًا. عشان كمان يساعدها في الحمل والحاجات دي بتبقى مهمه جدا. بالظبط كده، لازم تبتدي من بدري. يعني لو اي واحده دلوقتي سامعانا ابداي من بدري شويه، بالظبط، عندك مناسبه معينه، عندك نزول معين مش قادره ان انت تنزليه، عايزه حاجه تحفظ فيزك، جربي ان انت تمشي على نظام غذائي وجربي معاه بيستا والب مالتي فيت، وكل ما هشوف نتائج ونتائج اسرع شويه كل ما هبقى متحمسه اكتر ان ده يكون لايف ستايل بتاعي. دي حاجه حلوه. وانا مبسوطه، عارفه ليه بقى كمان يا دكتور ريهام؟ علشان الولاد اللي هم بدات تظهر الظاهره دي في الولاد الصغيرين اللي هم ايه سن ال 14 وفيما فوق. مزبوط. علشان هم ممكن يكونوا كانوا بياكلوا اكل مش مظبوط، وبعدين فجاه ظهرت السمنه مفاجاه في سن البلوغ. صح. انا بقول دايما للامهات كده وبقول لنفسي زيهم. دول كمان يقدروا ياخدوه بشكل امن من غير ما يبقى فيه مشكله، لان هو بيستأمن من سن 12 سنه يقدروا يستخدموه عادي، مفيش اي مشكله خالص.
هايل. انا والله سعيده بوجودك معايا جدا دكتور ريهام، بجد شرفتيني ونورتيني. اسمحوا لي يعني اشكر دكتور ريهام العراقي، كانت موجوده معايا النهارده، نورتني وشرفتني، واشكر حضرتك وتبقي معايا دايما ان شاء الله، ونجاوب على اسئله مشاهدينا الكرام سواء من خلال صفحتي الشخصيه شيف عظيمه حمزي بالعربي، او من خلال الشركه صفحه الشركه، او من خلال كمان صفحتك الشخصيه دكتور ريهام العراقي. واسمحوا لنا نشكر حضراتكم على حسن المتابعه، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.